علشان كده ربما يكون ده تبرير لبعض الناس اللي بتسألنا خلال الفترة اللي فاتت، هو انتوا ليه كل شوية ما بيعديش جزء من الحلقة عندكم الا بتتكلموا عن الاخوان؟ احنا بنتكلم عن الاخوان عشان ده جزء من المساعدة في مواجهة الارهاب، لانه احنا قدام خصم حقيقي. والنغمة بتاعت اصل الاخوان ماتوا والضرب في الميت حرام، دي نغمة الحقيقة يراد بيها باطل، يراد بيها انك انت ترفع الضغط. عارف لعيبة الكورة كده، المهاجمين لو بطلوا ضغط على الخصم، الخصم عمره ما هيغلط، بالعكس هيسيبوا له مساحات للهجوم. فبالتالي انك انت تنسى خالص حكايه الاخوان زي ما بعض الناس تقعد تقول لك هو كل الاخوان، لا، انت بتناقش الاخوان كفكره، بتناقش الاخوان كمنهج متطرف، بتناقش الاخوان اللي طول الوقت شغالين تحريض عليك 24 ساعه. فلما يا سيدي تيجي ترد عليهم في 10 دقايق وتفند اكاذيبهم وتشكيكهم واخطائهم والاخبار المغلوطه اللي بيزعوها، ده حق وواجب عليك لحمايه ظهر الناس اللي بتحارب عنك في سيناء. عموما المصادر الطبيه والامنيه في شمال سيناء بتقول انه تم نقل جثامين الشهداء من قوات الامن من موقع التفجير الارهابي اللي تم غرب مدينه العريش الى مستشفى العريش العام، وتم التعرف على جثث النقيب الشهيد احمد فهمي 29 سنه وامين شرطه محمد سعيد ورقيب شرطه محمد منصور ومجند محمد سامح عبد المعبود ده 22 سنه، وجاري التعرف على بقيه الشهداء. اما المصابين حتى هذه اللحظه اللي تم التعرف على اسمائهم هم العميد محمود خضراوي، اهو القيادات بتطلع بنفسها في المداهمات عشان هو ده اللي احنا بنقول عليه. خد المعلومه دي وردش بيها على الاخوان، الاخوان طول الوقت شغالين على نغمه بيبعتوا للمجندين الغلابه، بينما القيادات لا، العميد محمود خضراوي كان موجود في قلب المداهمة ومعاه من المصابين عريف عبد الرؤوف عبد الظاهر وعريف عصام عبد العاطي ومجند عبد الله حسين. والأسماء دي لازم نقولها ونرددها ونحفظها علشان ما ننساش لا الرجالة اللي استشهدت ولا الرجالة المصابين اللي لازم يعرفوا ان هم قدموا لهذا الوطن الكثير. عموما إرهاب الإخوان والدواعش ما بيعرفش شرف ولا بيعرف رجولة ولا بيعرف أخلاق. كان طبيعي جدا ان اللي حصل النهارده يحصل، عشان شويه الناس المتعاطفه اللي بتكلمك اصل هم معركتهم مع الجيش والشرطه معركه انتقاميه، لا، النهارده لما كلاب الارهاب في سيناء ما يسيبوش حتى عربيات الاسعاف ويفخخوا طريق عربيات الاسعاف ويهاجموها بالرصاص، وده يؤدي الى اصابه 4 من ابطال رجال الاسعاف اثناء عملهم في اجلاء الشهداء والمصابين في حادث تفجير اللي حصل النهارده في العريش، هم برضه هقول اسمائهم عشان دول ابطال ولازم نعرف اسمائهم. الحسن محمد سند ده 33 سنه، ده مصاب بشظايا متفرقه في الجسد، ومحمد نصر عبد الرحمن يعني كان في تفخيخ لطريق الاسعاف، وبعد كده سائق سياره الاسعاف محمود حمدي حسني، بعد كده عندك سائق سيارة اسعاف تاني يامن سعودي احمد وده مصاب برضه، الاربعه مصابين بشظايا متفرقه بالجسد. معنى كده ان انت فجرت طريق الاسعاف. المسعفين كانوا ضمن الطقم اللي كان رايح ينقذ مصابين في منطقه غرب العريش اللي هي منطقه تفجير، يجلي ضحايا الحادث، فوجئوا بطريق مفخخ بعبوات ناسفه باطلاق رصاص من الارهابيين عشان يمنعوهم من انقاذ المصابين. عارف يعني ايه الكلام ده؟ اي دين واي انسانيه واي اخلاق واي رجوله واي شرف في الدنيا يقول انك تمنع اسعاف مصاب او تعتدي على ناس عزل بيأدوا وظيفتهم المدنيه في انقاذ جرحى ومصابين؟ طبعا مفيش ولا دين ولا اخلاق ولا رجوله ولا الشرف ده. الكلام ده مش موجود الا في دين الارهابيين، مش موجود الا في دين الاخوان اللي بيسموا حرق مصر عمل سلمي. الكلام ده مش موجود الا في دين الاخوان والارهابيين عشان بس الساده المتعاطفين اللي كل شويه يصحوا يقولوا لنا اصل معركه الاخوان يعني، لا، افهم، معركه الاخوان ومعركه الارهاب مش مع الجيش والشرطه، معركه الارهاب مع البلد نفسها، مع الدين نفسه. عاوزين البلد خراب وعاوزين الدين يلبس عبايه الدم ويقلع عباية الرحمة، طوب الرحمة اللي هو أساس رسالته السماوية. لكن الأعمى بعيد، الأعمى المتعاطف ده بعيد، مش قادر يفهم. خلينا نروح نشوف هدوء أفعال الدولية ونشوف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية
ازاي بيرصد التحركات الدوليه لمواجهه الارهاب واللي بيحصل على الساحه في الفتره الاخيره، وخصوصا انه النهارده السفاره الامريكيه طلعت بيان واضح لادانه هذه العمليه. مساء الخير دكتور طارق. دكتور طارق، طيب لحد ما الدكتور طارق يرجع خليني اقول لحضرتك ان التحقيقات الاوليه في التفجير اللي حصل النهارده بتقول ان في مجموعه ارهابيه زرعت عبوه ناسفه على طريق دوريه تامين الطريق الدولي بالعريش بئر العبد، واثناء سير الدوريه على بعد نحو تقريبا 20 كيلو متر غرب العريش اتعرضت لانفجار عبوه ناسفه اعقبه هجوم مسلح وقيام ارهابيين باطلاق النار تجاه القوات اللي ردت طول على طول واشتبكت مع مصدر النيران وقتلت ثلاثه منهم فورا. ولو كنا هنا في الاعلام الحقيقه يعني بنعزي او مصدومين في الرجاله اللي في سينا، فاعتقد ان الرجاله اللي في سينا ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوش حاله الحزن ولا يعرفوا حاله الصمت الخرس اللي احنا بنقع فيه بعد ما يقع شهيد او تحصل عمليه ارهابيه. لا، هم يعرفوا ان هم يردوا بسرعه، وده اللي حصل النهارده انه على طول اجهزه الامن بدات حملات امنيه مكبره علشان تستهدف اوقار العناصر المتطرفه وتطارد من شارك في هذا الهجوم الغادر في الوقت اللي بيتخيل فيه الارهاب ان هم بيكسروا اراده الجيش او الشرطه بعمليه غدر هنا او عمليه اجراميه هناك، في الوقت اللي فيه قنوات الاخوان بتشمت وتفرح وتتخيل ان هي كسرت مصر وهتشوف عزا، بيخرج على طول رجال الداخليه ورجال الجيش بيمارسوا العمليات المداهمه والثأر لشهداء الجيش والشرطه، وبيخرج بيان من وزاره الداخليه مش بيان عزا على قد ما هو بيان تحدي بياكد ان رجال الداخليه مستمرين في معركتهم ضد الارهاب، وان العمليه النهارده اللي حصلت مش هتكسرهم، لا ده هتزيد كل رجال الشرطه اللي موجودين في سيناء عزيمه واصرار في مواجهه الارهاب. وقال البيان كلمه مهمه جدا لازم تقف بمليون خط تحتها، ان كل رجال الامن في سيناء مشروع شهيد ولن يتنازلوا عن الثأر لارواح زملائهم الشهداء الابرار الذين سقطوا وهم يدافعون عن هذا الوطن العظيم. ده اللي طلع من وزاره الداخليه، واعتقد انه الكلمتين دول مهمين جدا في التوقيت ده، لان عدوك في الوقت اللي هو فرحان قوي وشمتان قوي في اللي بيحصل فيك او بالعمليه اللي حصلت عمليه الغدر اللي حصلت بيندهش وربما بيتفاجئ بهذه الروح المعنويه العاليه اللي عند الجنود او حتى عند المواطن العادي، المواطن العادي اللي بيرد حتى باقل شيء ممكن موجود على السوشيال ميديا، موجود على مواقع ومنتديات كتير جدا بيرد بانه مستمر في ظهر البلد دي علشان التحدي. عموما انا عاوز اقف عند ثلاث حاجات الحقيقه. ثلاث حاجات الواحد اتكلم فيهم كتير قوي وناس تانية اتكلمت فيهم كتير قوي، بس احنا كنا طول الوقت بنكررهم، بس برضه لازم نكررهم.